اهلا وسهلا على كل متابعي بوابة اخبار اليوم في لايف جديد على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا. خبر مهم صحينا عليه كلنا، خاصة طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، وطبعا الاهالي وكل المهتمين بنتيجة الثانوية العامة وتنسيق الجامعات 2024. صدمة عاشها الطلاب لما اكتشفوا ان نتائجهم زايدة درجتين غير النتيجة اللي حصلوا عليها. اللي حصل الواقعة دي لم تحدث من قبل في وزارة التربية والتعليم، يعني تخيل بعد 8 أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة وفي أول يوم من تنسيق الرغبات في المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني، الطلبة يكتشفوا إن هم زايدين درجتين. طب المشكلة دي جت منين وإيه اللي حصل؟ طبعا وزارة التربية والتعليم اعترفت بالموضوع ده وزودت درجتين للطلبة. المشكلة كلها هتيجي عند امتحان الفيزياء، وتحديدا السؤال رقم 34. نموذج الإجابة قال إن الإجابة الصحيحة ج، لكن بعد كده اكتشفوا هما بيعملوا التصحيح إن الإجابة الصحيحة هتكون ب مش ج، فبالتالي عملوا إعادة تصحيح الأسئلة وإضافوا درجتين للطلبة اللي عملوا الإجابة ب. وطبعا وزارة التربية والتعليم اتخذت الصالح لمصلحة الطلاب، وهي انهم اعتبروا الاجابتين ب وج اجابه صحيحه، يعني اللي كان عاملها ج ما تاثرش ولا حاجه ودرجاته زي ما هي، واللي كان عاملها ب واتحسبت له غلط لا صححها له واضافوا له الدرجتين. وطبعا وزاره التربيه والتعليم اتخذت كافه الاجراءات مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل نتيجه الطلاب واضافه الدرجتين، وده لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ التكافؤ. تمام؟ كمان الوزارة مسحت النتيجة اللي أعلنتها يوم 6/8 عشان يضيفوا النتيجة الجديدة بالتعديل الجديد بعد إضافة الدرجتين. وإحنا هنا في بوابة أخبار اليوم انفردنا بخبر من مصدر داخل وزارة التربية والتعليم. إيه هو الخبر اللي انفردنا بيه؟ إنه مش هيتم تعديل الحد الأدنى لقبول الطلبة في تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات واللي تم الإعلان عنه، وده لأن الحد الأدنى أو اللي كان محدد 371 درجة فأكثر بالنسبة لعلم علوم، يعني بنسبة 90.48%، أما بالنسبة للشعبة الرياضية فكان الحد الأدنى 357 درجة، يعني بنسبة 87.7%، أما الشعبة الأدبية فكانت 280 درجة فأكثر، يعني بنسبة 68.29%. المصدر كمان قال إن هيتم قبول طلاب المرحلة الثانية اللي استوفوا الحد الأدنى واللي معلن عنه، وده بعد تعديل نتيجتهم. وكمان أكد إن اللي حصل ده وتغيير النتيجة مش هيأثر على سير المرحلة الأولى في تنسيق القبول بالجامعات، ودعا كل الطلبة إن هم يتأكدوا من نتائجهم بعد التعديل. هي دي كل المشكلة أو كل المعلومات الخاصة بأزمة الدرجتين اللي الطلاب اتفاجئوا إن النتيجة بتاعتهم اتغيرت. وطبعا بنفكركم تاني إن احنا هنا في بوابة أخبار اليوم بنتابع معاكم التنسيق لحظة بلحظة، فتابعونا واستنونا في لايف جديد ونشوفكم على خير.